هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، وهو ارتخاء عضلات المهبل وعلاقته بالسلس البولي وبإفساد متعة الجماع. يعني ايه ارتخاء في عضلات المهبل؟ عضلة المهبل، العضلة بتاعت اللي هي بيبوكسيجيرس مصر، عضلة جوه المهبل دي مع الحمل والولادة، أو مش لازم حمل ولادة طبيعي، بس شيل الحاجات التقيلة، الحزق، الإمساك، تكرار العلاقة الزوجية بشكل ممكن عنيف، كل الحاجات دي ممكن تسبب ارتخاء لعضلة المهبل، ودي بتأثر تأثيرين بالسلب. ممكن تعمل مع الوقت سلس بولي، تلاقي نفسها الأول بيبدأ إن هي لما تكح أو تعطس ينزل بول، وبعد كده تلاقي نفسها مش لاحقة تدخل الحمام، ده اسمه سلس بولي. خلاص، المشكلة إن هو ما بيوقفش على ارتخاء العضلة، لأ، بعد شوية بيحصل سقوط للجدار الامامي والجدار الخلفي للمهبل، وممكن يكون الجدار الامامي والجدار الخلفي مع بعض للمهبل. ولو سيبنا الموضوع ده، المشكله برضو انه مش هيقف عند المرحله دي، في مرحله بعد كده ان يحصل سقوط للرحم، وفي مرحله بعد سقوط الرحم تاني، للاسف في مرحله تانيه الرحم بيخرج بره المهبل خالص، ودي درجه من سقوط الرحم اللي هي الصعبه، وفي الغالب بيبقى نتيجتها استئصال الرحم. طيب، هل ارتخاء جدار المهبل، الجدار الامامي والمهبل، ياثر على حدوث حمل؟ ياثر على حدوث حمل. هل ياثر على العلاقه الزوجيه؟ طبعا ياثر على العلاقه الزوجيه والاستمتاع في العلاقه الزوجيه للزوج والزوجه. تمام؟ طيب، ايه اللي احنا المفروض بنعمله لما نحس بالاعراض دي؟ لما نحس ان احنا في اتساع في العضله، او خروج هواء، او خروج اصوات، او عدم استمتاع في العلاقه، او خروج صوت زي الغازات بس من المهبل، كل الحاجات دي بدايه اعراض، او تقل من تحت، او رحنا كشفنا واتقالنا خلاص في سقوط في جدار المهبل سواء الامامي او الخلفي، او لا قدر الله سقوط رحم. في الحالة دي بتيجي حضرتك بتخضعي للكشف في جهاز مخصوص بنكشف بيه عليكي من الاتحاد الأوروبي. الجهاز ده فيه 2 بروب زي ما اتكلمنا قبل كده، واحد للتشنج المهبلي، واحد للارتخاء المهبلي، وما بنستخدمش الجهاز في حاجة تانية، هو جاي من بره عشان المشكلتين دول. بنقيس العضلة من جوه، بنشوف العضلة ضعيفة وكمية الضعف بتاع العضلة ده. احنا كده وصلنا لمشكلة ارتخاء جدار عضلات المهبل، وسم اللي أدى لسقوط المهبل وبعد كده سقوط الرحم أصلا مشكلته إيه؟ عضلة. يبقى الموضوع ده ملوش حل غير إن احنا نعمله جلسات. طيب، خلينا نتكلم إنه الموضوع ده الجراحة بتبقى عاملة زي لو العضلة بايظة، زي كأنك بتخيط حاجة دايبة، فتتخيط عيني وتتبهدل الست من جوه خالص، وبعدين الخياطة بعد شوية تقوم تفك لأن المكان دايم. فالعملية مؤلمة جدا جدا وملهاش نتيجة، أو نتيجتها بتروح بمعنى أصح، لأن الخيوط بتفك، ما دي حاجة خارجة عن إيد المريضة وخارجة عن إيد الدكتور، العضلة دايبة. فلازم نعمل إيه في الحالة دي؟ لازم بنعمل الجهاز اللي إحنا شرحناه، اللي هو جاي مخصوص لعلاج الارتخاء المهبلي. بندخل الجهاز بشكل معين جوه العضله بتاعت المهبل، بنعمل انقباض، بيعمل انقباض كانها عمليه جماعيه، العضله بتفضل تلم، هو مؤلم شويه بس العضله بتفضل تلم 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 لحد ما ترجع للتون الطبيعي بتاعها، وبنعرف لان الجهاز فيه بروب بنقيس بيها، فبنعرف ان كانت رجعت للتون الطبيعي ولا لا. الحاجة التانية، المشكلة التانية، إن هو بيأثر ضعف عضلة المهبل بيبقى مصحوب بضعف في عضلات الحوض والمثانة، فبيبدأ العيانة دي، المريضة دي، زي ما شرحنا تحس بسلس بولي، فبنعمل مع الجلسة دي جلسة تانية لعضلات جدار الحوض والمثانة لتنشيط المثانة بأجهزة معينة بتزود الدورة الدموية رايحة للأعصاب بتاعة المثانة، وفي نفس الوقت بتعمل تنشيط لعضلات المثانة والعضلات الحوض مع الجلسة اللي هي داخل عضلة المهبل علشان الحالة ترجع تاني. ناس كتيرة قوي حياتها اتغيرت للأحسن، وبقوا زوجين سعداء، لأنه نجاح العلاقة الحميمية بيكون سبب من الأسباب المهمة لنجاح العلاقة الزوجية.
تمنياتي ليكم بحياه زوجيه سعيده، مش بس كده يا جماعه حياه زوجيه سعيده، لا هي في ناس، انا في حالات جات لي قالت لي دكتوره رانيا انا مش قادره ادخل، مش عارفه اصلي. لا انت تبقي بتخرجي براحتك، مفيش تنقيط، مفيش تسريب للبول، يعني في حالات بتوصل لمراحل صعبه، وفي في ما عدا مرحله واحده دي الموضوع خرج عن ايدي، وغالبا بيحصل استئصال للرحم اللي هو احنا نيجي نكشف عليها نلاقي الرحم خرج كله بره المهبل. للاسف لو سبتي نفسك توصلي للمرحله دي مش هيكون ليكي علاج عندنا، وللاسف الطريق ده نهايته استئصال الرحم. اتمنى ليكوا حياه سعيده. كان معاكم دكتوره رانيا السيد عبد العليم، استشاري دكتوراه العلاج